اضغط للاشتراك. مرحبا يا أصدقاء، انظر إلى الفواكه اللذيذة. لكن أولا سنغسلها. دعنا نتعرف على كل منهم. البطيخ. بطيخ. الشمام. الموز. موز. إزاز. إزاز. البرتقال. برتقال. تفاحة. تفاحة. ليمون. بطايا. كيوي. وآخر فاكهة اليوم الفراولة. واحد، اثنان، ثلاثة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. دعونا نصنع سلطة من شرائح الفاكهة. نضيف عصير الليمون، البرتقال. الآن يمكن تناول وجبة خفيفة. كيف؟ لذيذ؟ أتمنى أن تكون قد استمتعت بالفيديو. نراكم مع تيتا تيفي.